راح نكمل البارت الثاني. وصلنا الى هذا السلايد، يقول لك بهذا السلايد مو كل الكاربوكسيليك استر راح يصير لها هايدرولايز بسهوله. ماشي، الكاربوكسيليك استر تعرفوه ما راح يصير له هايدرولايز بسهوله. ليش؟ ليش هذا الشيء ما راح يصير؟ لنفس السبب اللي اخذناه بذاك البارت، لان اكو شنو ستيريك انهبيشن، ذاك ستيريك بلوك بلوكينج ذات تذكروا اللي هو شنو التثبيط الفراغي، هاي الترجمه الحرفيه مالته. بعد احنا نحكي بالترجمه الحرفيه، ما يحتاج نشرح وندخل بالتفاصيل لان عرفتوها. اكو تثبيط فراغي دا يحيط بالاستر، فشنو راح يمنع، شنو يمنع؟ يمنع انزيم الاستريز مثلا انه يسوي لهذا الاستر هايدرولايز، انه يحلل هذا الاستر. ماشي، هاي فهمناها. هذا الشيء وين راح نلاحظه؟ هذا الشيء راح نشوفه بالبيتا لاكتمز اللي هم السفلوسبورين والبنسلين. زين، السفلوسبورين والبنسلين. In which it is often desirable، يقول لك هذا الشيء مرغوب، يعني على الرغم من انه هو يقلل لك الهيدرولايسز، بس يقول لك هذا الشيء مرغوب. ليش؟ لعدة اسباب. السبب الاول راح يزيد increase the hydrophobicity، راح يعني يخلي الدراج مور ليبيد سوليو مثل الديبافرين. هذا الحكي اللي نحكيه كله كان ينطبق على الديبافرين، وكله حكيناه بالديبافرين. زين، فده يقول لك راح يزيد الهايدروفوبيسيتي، يخلي الدراج مور ليبيد سوليوب. لما يصير الدراج مور ليبيد سوليوب يعني الممبرين الاغشيه راح يخترقها بسهوله ويزيد امبروف ابزوربشن. زين، هاي فهمناها. او شنو بريفن ديسوليوشن ان ستومك، نمنع انه الدراج شو يصير له، يصير له ديسوليوشن بالستومك، يعني يتحلل بالستومك. احنا ما نريد يتحلل بالستومك، احنا ما نريد يتحلل بالموقع اللي احنا نريده. زين، فايش يقول لك هنا؟ prevent dissolution in the stomach where acid catalyzed decomposition may occur. ماشي، راح يصير شنو؟ تحلل وين؟ بالاسيد، الاسيد catalyzed decomposition. ماشي، يعني راح يصير تحلل بواسطه هذا الاسيد المحفز لهذا التحلل. زين، ويصير وراح يخرب الدواء. احنا ما نريد هاي الشغله، فالشغله راح تمنع من يصير عندنا هذا الشيء، من يقل عندنا الهايدرولايز. هاي شغلات اعاده نعيدهن، كلهن نعيدهن. Simple esters of carboxylic acid moiety are not hydrolyzed. حتى ابسط شيء من الكربوكسيليك اسيد ما راح يصير له هايدرولايز ان فيفو تو اكتيف كاربوكسيليت. يعني احنا الدواء مالتنا مو عباره عن كاربوكسيل وكحول اللي هو هذا شو نسميه استر. يقول لك حتى اذا خليت ابسط كاربوكسيل بهاي جماعه البيتا لاكتام هم ما راح يصير له هايدرولايز، ما راح يعني ما راح ينفصلون وتحصل على الكربوكسيل الاكتيف. فلازم نلقى حل. طبعا هنا لازم نلقى حل، مو مثل الديبيفرين. الديبيفرين كنا نعطيه لوكالي، زين، هنا لا راح نعطيه سيستميكلي، فلازم يلقون حل. ماشي، فيقول لك هنا يعني هذا شنو؟ بنسلين، بنسلين استر، وعندك هذا سفلوسبورين استر. اثنيناتهم لما يدخلون للجسم انزيم الاستريز ما راح يشتغل. ليش ما راح يشتغل؟ لان اكو تثبيط فراغي راح يجي على هذا البنسلين، راح يشوفه هوسه، ما راح يندل الاستر، فشنو راح يتجاهله، ما راح يشتغل له، راح يروح على هذا السفلوسبورين يشوف الاستراكشر مالته، ما يلقى الاستر، فهمين راح يعوفه. فاذا يقول لك هنا شنو؟ نو رياكشن. فهنا لا، احنا لازم شنو نسوي؟ نضيف اضافه على مود نخلي هذا الاستريز يلقي الاستر. هسه هو الاستر هنا ما ضايفين، الاستر المفروض هنا ينضاف هنا بالار 2، يضيفوا لك شنو؟ يضيفوا لك استر. وهنا همين بالار 2 هاي يضيفوا لك استر. هذا الاستر اللي احنا هسه كتبناه، هذا الاستريز ما راح يشوفه، اكو تثبيط فراغي، يعني شنو؟ كانما حاجب الرؤيه عليه. ماشي، كانما ما بده يشوفه، يعني اكو تثبيط فراغي ما بده يشوفه، فما بده يروح عليه وما بده يشتغل. فده يقول لك هنا شنو؟ يقول لك هنا نو رياكشن. فاحنا شنو لازم نلقى حل. A solution to this problem، الحل مال هاي المشكله شنو؟ Was to use so called double ester approach. شنو نسوي؟ دبل استر، يعني مو هذا استر، نجيب استر ثاني نخليه بصفه، استر باستر، استر باستر. هسه انت هذا شنو بعد شنو حجتك صارت عندك؟ شنو هذا الاستريز بعد شنو الحجه مالته؟ صار عنده دبل استر. هسه لازم يشوف شنو؟ لازم يشوف الاستر بوند على مود يجي يفسخه. ماشي، فيجي هسه مثلا هسه راح يجي راح يشوف هذا الاستر، راح شو يسوي له؟ راح يسوي له هايدرولايز. بعد ما سوى له هايدرولايز هذا اللي بصفه يعني يسوي له هايدرولايز، ويطلع عندنا شنو؟ هذا يعني الكربوكسيليك يطلع اللي هو حيكون الاكتيف ادراج. زين، هذا الحل بسهوله قلناه. هسه راح نبدي نقرا الحكي. يقول لك السوليوشن شنو؟ نخلي دبل استر. ماشي، هذا هو الحل.
اما تخلي استر، او مو بس استر، ممكن تخلي كربونيت. كربونيت يعني شنو؟ يعني ار او سي دبل بوند او او ار، هاي هم تشتغل ماكو مشاكل. كربونيت او استر تخليها وين؟ بموقع اثنين. شوف احنا وين خليناها؟ بالار 2. بالار 2 خلينا دبل استر او استر زائد كربونيت. فهنا الانزيم مال استريز يعني هنا بعد راح يعني يقدر يشوف عنده كربونيت او الاستر الثاني اللي ضفناه حيكون مرئي له، فراح يصير الهيدرولايسيس. زين نقرا الحكي هسه. يقول لك الهيدرولايسيس اوف سيتش فانكشن اكر ريدلي. هاي يعني بهذا اللي سويناه هسه الاستر الهيدرولايسيس هنا حيصير بسرعه، الانزيم مباشره حيشتغل. And the moiety was selected so that chemical hydrolysis of second ester اكر كويكلي. يعني اثنيناتهم تشوفون هاي الاستر وهاي الاستر ما حصل لها هيدرولايسيس. باختصار هذا اللي يقول لك اياه هنا، يعني الاسترين الدبل استر اثنيناتهم حصل لهم هيدرولايسيس. This is seen in the cephalosporine, cefudoxime, bruxitine where the carbonate function was used. يقول لك بذن المركبات يستعملون راح يستعملون كربونيت. على مود شي يخلون الانزيم مال الاستريز يشوف هذا الاستر، يشوف الاستر الاول مو الثاني، هذا الثاني حيكسره والاول همين يكسره. لو ما ضفنا هذا الاستر الثاني كان هذا الاول ما شافه وعافه وصار نو رياكشن. ليش ما دي يشوفه؟ بسبب التثبيط الفراغي. زين the carbonate is also susceptible to the action of esterase enzyme. يقول لك الكربونيت نفسه حيكون شنو مرئي. طبعا هاي مرئي انا من عندي يعني كتبتها هي وغير معنى، هي يعني حيكون عرضه. يقول لك الكربونيت حيكون عرضه الى الاكشن مال الاستريز. انا غيرت الكلمه عشان تصير بعد شنو اوضح، انه الكربونيت حيكون مرئي منو؟ لانزيم الاستريز، فالاستريز حيشتغل عليه. شوفوا فكلش يعني صارت بسيطه، انه الاستريز بس يشوف الكربونيت راح يسوي له هيدرولايسيس. ورا الكربونيت شنو اكو؟ اكو استر هنا مربوط بيه الاستر الاول الاصلي، هم من حيسوي له هيدرولايسيس بدربه. وش ينطينا؟ راح ينطينا الاكتف كاربوكسيليت، هو هذا احنا اللي ندوره. فدي يقول لك الكربونيت حيصير له يعني الاستريز راح يسوي الاكشن عليه، واند انستابل برودكت همين اندرجوز تو رياكشن، همين راح يصير له الاكشن مال الاستريز مره ثانيه. يعني يصير الكربونيت والانستابل برودكت اللي هو منو هذا؟ اللي هو الاستر الثاني ده يقصد، همين راح يصير له هيدرولايسيس ويعطينا الاكتيف كاربوكسيليت. This approach is frequently used to improve absorption. عرفنا ليش امبروف ابزوربشن؟ ليش؟ مالتنا الادراك شنو صار؟ صاير هيدروفوبيك، كاره للماء ومحب للمنو؟ محب للدهون، فقام يخترق البارير بسهوله. فلما يروح للسايت اوف اكشن شلون راح يصير له تحلل؟ خلينا دبل استر. زين هاي لخصنا كل شيء هسه. بريفن ديسوليوشن، وعرفنا ليش يصير بريفن ديسوليوشن، عرفنا شنو فائدتها. على مود شنو؟ الاسيد كاتالايز ديكومبوزيشن، الاسيد المحفز للتحلل اللي موجود بالمعده هذا راح يمنع، ما راح يصير، فالدواء مالتنا ما راح يتحلل. هذا الشيء وين نشوفه؟ بالامينو بنسلين second and third generation cephalosporin. ماشي ودي يقول لك شنو؟ that this agent can be administered orally. ماشي فلذلك يعني الشخص يقدر ياخذ الاورلي حيقومون يشتغلون، مو مثل ذاك اللوكالي. قبل شوي كنا نشرح القطره لوكالي، ما سوينا هاي الدوخه مال دبل الاستر لان هو لوكال كان بالعين، بس يخترق المنبرين وصل للعين قبل، هاي بعد حيشتغل. بس عندك هنا لا، سالفه تختلف. هسه عندك هذا المثال على الحكي اللي حكيناه، البيتا لاكتام برودراج دبل استر. تشوفون هذا قدامكم بيتا لاكتام وبي دبل استر. خل اشوفكم هذا هو الدراج اللي احنا نريده. هذا شو نسميه اكتف كاربوكسيليت. زين شنو متصل بيه؟ متصل بيه استر وهذا كاربونيت، استر وكاربونيت. احنا شنو نريد؟ نريد هذا الكربونيت يروح والاستر يروح. شلون راح يروح؟ عن طريق الاستريز. زين اول شيء اذا كان الدواء بس هيك، شوفوا اذا كان الدواء بس هيك يعني ماكو هذا الكربونيت، هذا اللي تشوفوا الاستركتشر قدامكم الاستريز ما راح يشتغل عليه. ليش ما راح يشتغل عليه؟ لان حيجي باور ما راح يلقي الاستر. هنا أنا شنو راح يتيه الاستر؟ يعني كانما مضيع ما يدري وين. ليش؟ بسبب انه اكو تثبيط فراغي. هذا الكربوكسيليك اسيد كله مسوي شنو؟ تثبيط فراغي، كتله فراغيه اكو، وهاي الكتله الفراغيه راح تمنع انه الاستريز يسوي الشغل مالته. فاحنا شلون نخلي هذا الاستريز يشوف هذا الاستر بوند؟ نخلي كربونيت، هاي كربونيت شوفوا هاي قدامكم،
الاو سي دبل بوند او هاي كاربونيت، خلينا هاي كاربونيت. فقام يشوفه هسه راح يجي الانزيم الاستريز يطيح حظه، يجي على هذا الاستراكشر يطيح حظه، كسره تكسر. شوفوا هيجي عليه انزيم الاستريز، اول شيء يسوي يقصه منه، شوفوا هذا حيطير. شو يبقى لك؟ يبقى لك بس الاستر والكاربوكسيليك، هذا الكاربوكسيليك وهذا الاستر، بقوا بس ذول. هذا طار، شوفوا هياته نزل جوه هياته. هسه ايش راح يسوي وراها؟ همين انزيم الاستريز نفسه، او هو هنا عندك يعني هو بدون انزيم هنا يعني حتى ما راح يحتاج انزيم. ايش راح يسوي؟ راح يجي همين يصير هايدروليسيس هنا وينفصل عنه، انفصل هنا عندك. وش بقى لك؟ بقى لك بس هذا الاستراكشر اللي هو الاكتيف دراج. زين، فبهاي الطريقه حلوا المشكله مال الهايدروليسيس، خلوا شنو؟ دبل استر. معنى دبل استر معناها مو بس استر واستر، استر زائد استر، لا ممكن معناها استر زائد كاربونيت. بس يصير هايدروليسيس هاي كاربونيت الاولى، الثانيه هي مو هي وحدها حتى ما تحتاج انزيم وحدها راح تصير لها هايدروليسيس. يقول لك او هنا خلينا هنا انا ما اعرف شنو، يمكن ثاني اسئله يقول يمكن واي انكريز ابزوربشن، ليش صار افويد للاسيد كاتلايز ديكومبوزيشن، لان يكون يعني جاوبنا عليهم يعني ليش زاد الابزوربشن صار مور هيدروفوبيك، ليش صار افويد للاسيد كاتلايز ديكومبوزيشن، لان صار او منعنا الديسوليوشن. زين هنا ايش يقول لك؟ تو انكريز، لا هسه موضوع جديد، هسه كملنا الموضوع مال منو مال السفلوسبورين وبيتا لاكتام، هسه موضوع جديد راح يحكي لك بيه على الهايدروفيليسيتي. يعني شنو؟ يعني المحب للماء، الادويه اللي محبه للماء هسه قبل شويه كان كلها كارهه للماء، كلها ليبت سوليب وهاي السالفه. هسه شنو؟ لا شلون راح نزيد الهايدروفيليسيتي، يعني شلون راح نزيد الووتر سوليوبيليتي للادويه؟ يقول لك تقدر تزيدها من خلال تضيف ذني، لان الشغلات ذني الاسترات. شوفوا عندك الساكسينيت هاي بالبدايه اخذناها تذكروها، كان شنو اسمها؟ كلوران فينيكول ساكسينيت. هاي بالبدايه اخذناها قلت لكم هاي مور ووتر سوليوب، هنرجع لها شوفوا لكم. ها تشوفون وين الاستراكشر مال كلورون فينيكول؟ كلورون فينيكول ساكسينيت كان شبي انكريز ووتر سوليبلتي، يعني الووتر سوليبلتي مالته كلش عاليه هنا كانت. ف ارجع فهنا الساكسينيت اذا ضفت للكلورون فينيكول مثلا حيصير مور ووتر سوليوب، اذا ضفت بالميتيت للكلورون فينيكول حيصير ليس ووتر سوليوب. وبعد شو يقول لك؟ يقول لك كلهم all are ionized at physiological pH، كلهم حيكونون متأينين يعني بالبي اتش فيسيولوجيكال، يعني بي اتش تساوي 7. زين حيكونون متأينين. تتذكرون بالبدايه قلنا اذا ردنا نزيد الووتر سوليبلتي نخلي الادراك محب للماء الادراك، لازم شنو نخلي الدواء شو يكون؟ يكون بولر يعني ايونايزد. تشوفون هاي بالبدايه قلت لكم، بعدين راح ناخذها بالاخير. هي هسه اخذناها الادراك مالتنا لازم يكون ايونايزد. وين ايونايزد؟ يقول لك يعني بالدم مثلا فيسيولوجيكال بي اتش، هاي الدم مثلا الدم يعني تكون البي اتش مالتها 7، فيكون متأين. اذا انطيناه مثلا هاي الدواء مال مثلا كلورون فينيكول ساكسينيت انطيناه كبارنترال، بارنترال يعني بالحقن، فهنا ما راح يصير اي مشاكل وراح يذوب ويسوي فعاليه مالته. فده يقول لك increase the water solubility of agent، يعني راح يزيد water solubility لان هو الادراك شبي ionized. هذا الشيء كله نعرفه. making them more suitable for parenteral، تشوفون يقول لك هو حيكون more suitable مناسب اكثر لمنو؟ للبارنترال اور اورال ادمنستريشن وين هاي ووتر سوليبلتي از ديزايربل. لان انت بالدم انت لما تسوي دواء تريد تنطيه بالدم يعني تنطيه بالحقن ابره، ما يصير تسويه لبس سوليوب، لا لازم تسويه ووتر سوليوب. خوش فهنا مناسب للبارنترال ومناسب هم للاورال، اثنيناتهم حيكون مناسب لهم. مثل ما تشوفون هذا هو الصوديوم، اقصد اي هذا الصوديوم ساكسينيت، والادراج هذا مثلا هنا يخلوا لك كلورون فينيكول والصوديوم ساكسينيت هنا. زين هذا هو الصوديوم ساكسينيت، هذا الصوديوم ساكسينيت حيصير له هيدروليسيس. بس شلون حيصير له هيدروليسيس؟ بدون اي انزيم وحده، تذكروها هاي بالبدايه قلت لكم، هاي بعدين راح نشرح لها همين راح ارجع لها وينها هاي. تشوفوها قلت لكم اما عن طريق انزيم او عن طريق الانتراموليكولار سبونتينيوس هيدروليسيس. تذكرون قلت لكم هذا ما يحتاج انزيم كلورون فينيكول، لان هو وحده بدون انزيم راح يصير له تحلل ويتحول الى ذن الشغلتين. زين
فهنا شنو راح يصير تحلل وينفصل الادراك عن البرومويتي؟ بقى شنو اللي راح يصير عندك هنا؟ الادراك، هذا الادراك ما علينا بيه، بقى الادراك وهاي الاو اتش ما علينا بيها، هاي راح ياخذون اتش، شوفوا راح ياخذون اتش ويطلعون برا هنا. زين خلصنا من عندهم، الشغل حيصير على اللي بقى. شنو بقى لك انت؟ سي دبل بوند هنا وسي دبل بوند هنا، عندك تو كاربوكسيل هنا، زين تو كاربوكسيل. شنو اللي راح يصير؟ لو تشوفون اكو شنو، اكو ايونات اللي هي هاي الاو السالبه والان اي الصوديوم الموجبه. شنو اللي راح يسوي؟ راح يصير هجوم، هجوم على منو؟ على هاي الكربون اللي هنا. زين يعني شنو اللي راح يصير؟ بس خلينا نمسح هاي، صارت هوسه. هم راسمين لك هذا الخط، شوفوا هذا الاو راح يهجم على هاي الكربون اللي هنا، فش راح يصير؟ راح يلزقون واحد بالثاني، يعني راح نلزق هاي الاو الكربون اللي هنا بهاي السي اللي هنا، بهاي اقصد الاو هنا بهاي الاكسجين، فراح تصير اثر هنا. شوفوا هيك راح تصير، راح يصير عندنا شنو؟ سايكليك حلقه، عباره عن شنو؟ هنا عندنا كربونتين، هاي كربونه وهاي كربونه، وعندك هنا سي متصله بيها دبل بوند او، وعندك هنا همين سي متصل بيها دبل بوند او. شنو بقى لك؟ بقى لك او هاي بالنص حتربط بهم اثنيناتهم. شوفوا صار لنا هيك، طبعا اكو هنا الان اي، شوفوا هياته هذه اللي رسمناها نفسها، انه صار شنو؟ انترا موليكيولار سبونتينيوس هايدروليسيس، هذا هو الانترا موليكيولار سبونتينيوس هايدروليسيس. انه تشوفون هذا الاكسجين هاجم هاي الكربونه وصار بهذا الشكل، من صار بهذا الشكل بعدين راح يتحول لهذا الشكل، انه همين الصوديوم راح يرجع له ويرجع يفكه يسويه بهذا الشكل، بس الاهم انه هو انفصل عن الادراك. شوفوا شلون انفصل عن الادراك بهاي الطريقه، صار شنو؟ صار انترا موليكيولار سبونتينيوس هيدروليسيس. طبعا عندك هنا السولفيت والفوسفيت هم من نفس الحاله، نفس الشيء هم بسبب راح يصير انترا موليكيولار سبونتينيوس هيدروليسيس، وهذول راح يهاجمون الكربونه هاي وراح ينفصلون عنها. بس هنا مسوي لك خطوتين مثل هاي، يقول لك انت بعد فهمت من الخطوه من اللي يعني اول خطوه، اذا اللي جوا يعني بعد كاتبينها بصوره مباشره بدون ميكانيزم. زين ف يعني كملنا هذا السكيم شلون دي يصير الانترا موليكيولار هيدروليسيس. فهنا ايش راح يقول لك؟ راح يقول لك انه السكسينيت استر، من هو السكسينيت استر؟ اللي هو هذا، هذا السكسينيت استر بدون الادراك ايش بي؟ كونتين راح يملك شنو؟ يملك ايونيزبل كاربوكسيليت، عندك عنده تو كاربوكسيليت هو، بس واحده من عندهم متأينه، واحده من الكاربوكسيليت متأينه، شوفوا هاي واحده غير متأينه، بس عنده هاي ايش بيها متأينه؟ هاي المتأينه تقدر تسوي هيدروليسيس وحدها ما تحتاج انزيم. زين؟ فده يقول لك ايش عندها؟ عندها ايونيزبل كاربوكسيليت، وايش حتكون؟ حتكون مفيده، ار يوزفول وين رابيد ان فيفو هيدروليسيس، حيصير ايش حيصير بها يعني؟ حيصير بها رابيد هيدروليسيس، بس تشوف مي مباشره تتحلل يعني. وعد شنو ده يقول لك؟ ذا رابيد هيدروليسيس از ريليتد تو ذا انترا موليكيولار اتاك. ليش يصير هذا الرابيد هيدروليسيس؟ لان اكو انترا موليكيولار اتاك وشفناها وسويناها هاي اللي هنا هي، شوفوا يعيدها يرجع يعيدها مال السكسينيت برودراك، ما يحتاج نرجع نشرحها، انه هاي الاكسجين راح تهاجم هاي الكربونه وراح يصير بهذا الشكل، هذا هو الانترا موليكيولار اتاك اوف كاربوكسيليت اون استر لينكيج، يصير على الاستر لينكيج، هذا الاستر لينكيج يصير عليه شنو؟ يصير عليه هجوم من قبل هاي الايون، من قبل منو؟ الكربوكسيل المتأين، لان احنا قلنا عندنا كاربوكسيلين اللي متأين راح يهجم على الاستر بوند ويسوي له هيدروليسيس، which does not require شنو؟ ما راح يحتاج انزيم، هاي اكثر شيء مهم تركزون عليه، ممكن يجيك انه هاي مال السكسينيت استر ما راح يحتاج انزيم. زين as a result this agent may be somewhat unstable in solution، هذول راح يكونون غير مستقرين بالسوليوشن، يعني مي بس يشوف مي ها هي مباشره يصير هيدروليسيس، بس يشم المي هذا الدواء، فنقدر احنا نسويه اورال تابلت، تابلت ما بي مي، شايفيتو سوليد تابلت ما بي مشاكل، اذا سوينا يعني مثلا كلورون فينيكول او اي دواء وحطينا له سكسينيت استر وسويناه تابلت ما بي مشاكل. زين بس اذا سويته سوليوشن، يعني مثلا شلون سويت؟ سويته اي في اللي هاي الامبولات، اي في امبول او اي ام امبول، امبول شنو تعرفون؟ هو سوليوشن، فهنا شنو راح يتحلل يعني راح يصير راح شنو يكون انستيبل وما راح يصير برودراك بهاي الحاله، الدواء مالتنا ما صار برودراك. زين
لان يتحلل مباشره بالسوليوشن. فهنا ما نقدر نسويه مثلا شو اسمه امبوله او شنو شرابات، لان ما راح تلقيهم بهن ساكسينيت. ليش؟ لان مباشره راح تتحلل، احنا ما نريدها مباشره تتحلل. زين لازم ما تتحلل يعني مباشره. فما فشو يقول لك هنا انستابل ان سوليوشن should be dissolved immediately prior to administration. نقدر شنو؟ نقدر نخليها تذوب بسرعه، نخلي لها مي بسرعه ونحقنها. مثل شنو؟ مثل الفيال. الفيال اذا شايفيه يجي باودر يخلوا له يعني سوليوشن المي مقطر، وبعدين قبل يحقنون الابره. ما راح يخلون الدواء يبقى لفتره طويله ويا السوليوشن. زين؟ ف راح تشوف الساكسينيت مثلا عندك هنا مثل برينزولون صوديوم ساكسينيت. تشوفه هذا مثال على الحكي اللي بدنا نحكي. وشلون دا يصير؟ دا يصير عباره عن فيار. طبعا هنا نكون كملنا هاي المحاضره، هي محاضره سهله وبسيطه ما بيها شيء.